يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. مليون مبروك للنادي الاهلي، التاهل للدور القادم في دوري ابطال افريقيا، فوز على الهلال السوداني بهدف دون رد، هدف لحسين الشحات، فوز منطقي جدا، فوز كان تاخر كثيرا ولكن هو فوز في البدايه والنهايه، هو فوز صعد بالنادي الاهلي في المركز الثاني في مجموعته الى الدور القادم في دوري ابطال افريقيا. بس دي نقطه مهمه بقى، بس الاداء مش حلو، الاداء ناقصه كتير. لما بقول الاداء ناقصه كتير بقصد بيه انه ده الاهلي لما يلعب مع فريق في فارق بينه وبين في المستوى بينه وبين اللي قدامه، لا المفروض يحسن من بدري، المفروض يبقى في قرارات افضل من كده. بتكلم على قرارات في التمريرات، قرارات في الخطوات الهجوميه، قرارات كثيره جدا. الاهلي لم يهدد النهارده باستثناء كوره من ضربه ركنيه عدت من فوق محمد الشناوي تشتم رائحه الخطوره، بس لم يهدد الاهلي اطلاقا. انا اتحدث عن النادي الاهلي اللي المفروض قدام اي منافس، خاصه لو منافس قريب منه في المستوى، يقدر النادي الاهلي يحسم الامور بدري. النهارده الاهلي ما حسمش بدري، في حاجه غلط في مباريات الاهلي الافريقيه. الاهلي صعد عن هذه المجموعه عشان هو الاهلي يصعد عن هذه المجموعه، يقدر يحقق الفوز حتى لو هو في مستوى مش جيد، هيقدر يصعد النادي الاهلي. بس المباريات اللي جايه اصعب كثيرا. هنتكلم بدايه من دور الثمانيه، المباريات هتتصعب جدا، وبالتالي النادي الاهلي محتاج يعيد حساباته. موسيماني محتاج يعيد حساباته. تقول لي موسيماني ماله موسيماني؟ بصراحه شديده، انا عاده ألوم كثيرا على موسيماني في فكرة تغيير طريقة اللعب كل شوية، مرة 3-4-3، مرة 4-3-3، مرة 4-2-3-1، ودي حاجة بتبقى صعبة على اللاعبين إن هم يتعاملوا مع التغيير الخطوط الكثير ده ورا بعض. بس النهاردة ما بلومش موسيماني بصراحة، 4-2-3-1 أفضل العناصر اللي عنده هم اللي نزلوا النهاردة لعبوا، وبالتالي في مشكلة في الأداء الفردي لكثير من اللاعبين، مش هحدد أسماء، ولكن الناحية التانية يعني على المستوى الجيد، لا أحمد عبد القادر فارق كتير مع الأهلي. الحتة اللي فيها الكرياتيفيتي أو الابتكار في الملعب هتلاقيها بس عند أحمد عبد القادر، بس المجهود وإنه رايح جاي واخد الخط على طول العادي بتاعه علي معلول. محمد الشناوي كالعادة حارس مرمى كبير بس لم يختبر النهاردة. باقي اللاعبين لا، علامات استفهام على المستوى، علامات استفهام كثيرة. نادي الأهلي صعد عن هذه المجموعة بثلاث انتصارات، 2 على المريخ في ملعبه في مصر، وفوز بشق الأنفس اليوم على الهلال. دول الانتصارات اللي صعدوا بالأهلي، خسر مرتين من صن داونز، تعادل مع الهلال في السودان، بس اقعد احسبها بواقعية شديدة. لو الهلال والمريخ في مستوى أفضل كان الأهلي يبقى عنده صعوبات، لو الأهلي كان طلع لعب المريخ في السودان كان ممكن يبقى عنده صعوبات، فكل الأمور دي لازم موسيماني يكون عارفها، اللاعبين يكونوا عارفينها، عشان اللي جاي اصعب. واللي جاي ما بقلقش قوي على الاهلي فيه بصراحه شديد. الاهلي يقدر يرجع، والاهلي يقدر ينافس، والاهلي كبير القاره يقدر يتعامل مع اي منافس. مش من المفترض ان الكلام النهارده الاهلي هيلاعب يا الوداد يا الترجي يا الرجاء في الدور اللي جاي، ولا يفرق مع الاهلي. المفروض هم اللي يقلقوا، يعني هم في القرعه اللي هتعمل يوم الثلاث هم اللي يقلقوا، هم اللي يخافوا، هم اللي ما يطمنوش. طيب تعالوا نسيب الاهلي شويه ونروح لاتحاد الكوره وكارلوس كيروش. كارلوس كيروش النهارده كان عنده اجتماع في اتحاد الكوره. موقف كارلوس كيروش في الفتره اللي جايه ايه؟ هل سيبقى مع منتخب مصر؟ لن يبقى مع منتخب مصر. اللي حصل في اجتماع اتحاد الكوره النهارده كان ايه؟ نعرفه مع زميلنا الاعلامي الكبير المحترم استاذ ايهاب الكومي، عضو مجلس اداره اتحاد الكوره المصري. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الخير. طبعا بحييك طبعا كريم صديقي العزيز، وخليني برضو اخد من كلامك الاول ابارك طبعا للنادي الاهلي، وزي ما انت قلت بكل تاكيد الاهلي كبير، ما يهموش ابدا من اللي هيقابله، ولازم الفرقه الثانيه اللي هي منتظره تقابل الاهلي هي اللي تخاف. الاهلي قادر ان شاء الله باذن الله على حسم البطوله زي ما معودنا دايما، فلازم يعني ابارك للاهلي وجماهيره العريضه فوزهم النهارده، وان شاء الله الاهلي قادر فيما هو قادم ان شاء الله. اشكرك يا فندم. طيب النهارده تفاصيل الاجتماع اللي حصل مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، ولما بقول المدير الفني لمنتخب مصر الاول، هل انا التعبير ده التعبير الاعلامي ده تعبير صحيح،
ولا هو اصبح الان مش مدير فني لمنتخب مصر؟ يعني انت دايما تعبيراتك بتكون دقيقه للغايه طبعا، وواحد من الناس اللي يعني دايما لما بيصيغ خبر او بيقول خبر بيبقى عارف هو بيقول ايه وبيعي جيدا كل ما يقال، فانا بحييك طبعا بكل تاكيد. النهارده هو ما كانش اجتماع رسمي، لكن كانت جلسه الاستاذ جمال علام بصفته مشرف عام على المنتخب مصر الاول ورئيس الاتحاد المصري، وكان موجود طبعا كابتن محمد بركات، كلنا عارفين اللجنه الفنيه من داخل مجلس الاداره المتعلقه بامور كره القدم بيبقى كابتن بركات وكابتن حازم امام لهم الاولويه بصفتهم طبعا اثنين من نجوم مصر الكبار في كره القدم. فالنهارده الجلسه جمعت الاستاذ جمال علام، جمعت ايضا كابتن محمد بركات في وجود مستر كارلوس كوروش قبل ما يسافر للبرتغال. طبعا احنا كمجلس اداره اراء مختلفه ومتباينه، لكن الاغلبيه طبعا بتصب لمصلحه كارلوس كوروش للاستمرار في قياده المنتخب المصري. وانا نفسي لما سئلت قبل كده من اسبوع قلت لهم رايي الشخصي بعيدا عن كون عضو في مجلس الاداره، انا شايف ان الراجل ده من الناس كويسه جدا اللي هتقدر تطور الكره خلال الفتره الماضيه، لان طبعا في الفتره الماضيه كان المده قصيره للغايه، ولكن قدر اللي هو يتعامل مع كافه الامور والمستجدات اللي كانت موجوده من اصابات وغيره، وقدم اسماء يعني لمنتخب مصر اصبحت نجوم وممكن ان احنا نبني عليها خلال الفتره القادمه. بعض الناس قال لك ما حققش انجازات، لكن انا شايف انه وصلنا الى نهائي كاس افريقيا في وجود اسماء كبيره جدا من المنتخبات القاريه الافريقيه، لا ده كان انجاز بكل ما تعنيه الكلمه، وانت خرجت في النهايه بركلات الترجيح. قابلت منتخب السنغال اللي الناس كلها صورت السنغال على انه المنتخب الاول في القاره الافريقيه بنجوم بتلعب في كبرى الدوريات الاوروبيه، لكن لعبت معاهم ثلاث مباريات منهم اثنين اكسترا تايم، احرزوا فيك هدف وانت احرزت فيهم هدف. تقول لي الاداء داخل المستطيل الاخضر، اقول لك متباين، لكن عندك قوام منتخب تقدر تبني عليه لو عندك فتره زمنيه قادمه، الراجل يقدر يطور من كره القدم في مصر ويقدر يطور ويقدم اسماء عديده. فالنهارده الجلسه جمعت استاذ جمال علام والكابتن بركات، اتكلموا فيما هو قادم عشان يعرض ده على مجلس الاداره ان شاء الله في جلسه رسميه الاسبوع القادم ان شاء الله، ممكن تكون الاحد او الثلاثاء. هيتم البت تماما في كل الامور المتعلقه بالمنتخب الاول، بعد ما هيعرض الاستاذ جمال علام بصفته المشرف على المنتخب مدار اليوم في الاجتماع الثلاثي، هيعرض وجهه النظر بالكامل، وجهه نظر مستر كارلوس، وايه العروض اللي احنا ممكن نقدمها لمستر كارلوس خلال الفتره القادمه. لكن عاوز اقول لك ان في الاول وفي الاخر اذا ما تم الاتفاق تماما على مستر كروش لقياده المنتخب هيبقى له الاريحيه تماما في اختيار جهازه ومعاون. لن يتدخل الاتحاد المصري لكره القدم في فرض شخص بعينه، لكن ستترك المساحه الكامله لمستر كروش لاختيار جهازه ومعاونه. طيب. وان شاء الله باذن الله نقدر نبني. انا هاخد من كلامك حاجتين ما بين السطور ووضحهم لي اكتر. اول حاجه انه القعده النهارده كانت قعده مفاوضات او قعده لاستبيان راي الراجل في استكمال مشواره مع منتخب مصر، مش هاند اوفر او مش مثلا تسليم ولايه للي بعده، يعني القعده النهارده كان عشان فكره انه ممكن يكمل مع منتخب مصر، دي اول حاجه، واسمع رد حضرتك وبعد كده اقول لك الحاجه الثانيه. طيب يعني خليني اقول ان بعد مباراه السنغال الراجل قال انا بسلم الرايه، يعني ده احترام لذاته، وده طبعا المديرين الفنيين الكبار المحترمين المحترفين ده شغلهم، بعد انتهاء البطوله قال لك انا بسلم الرايه عشان يرفع الحرج على مجلس الاتحاد المصري لكره القدم في اي شيء قادم. لكن الاتفاق الداخلي قبل مباراه السنغال كاعضاء مجلس اداره كلنا متفقين ان الراجل ده حتى اذا لم يقدر لنا الصعود الى كاس العالم احنا شايفين ان هو يقدر يطور في اداء المنتخب مصر في الكره المصريه خلال الفتره القادمه، وبالتالي النهارده القعده معاه الراجل موافق تماما على الاستمرار مع منتخب مصر، وهو مرتاح جدا مع اداره الكره المصريه، واحنا كمان عاوزين نوصل معاه لاتفاق عشان يبقى في تعاقد جديد نقدر نشوف ايه اللي هيقدر يقدمه ورؤيته للكره المصريه. يعني انا افهم من كده انه خلاص في قبول من الطرفين على فكره بقاء كارلوس كروش مع منتخب مصر، واتوقع بس التفاصيل الاداريه في العقد الجديد. انا كده فهمت صح؟ مظبوط مظبوط تمام. طيب عظيم جدا. الحاجه الثانيه حضرتك تحدثت عن الجهاز المعاون ولها حريه لاختيار الجهاز المعاون الجديد ليه مع منتخب مصر، ده معناه انه هيبقى في تغيير في قوام الجهاز المعاون في الفتره اللي جايه؟ لا ما نقدرش، ممكن الراجل يقول لك انا هشتغل بنفس الجهاز اللي موجود معاه، يبقى في الحاله دي على الراحه والسعه احنا كمجلس اداره موافقين تماما. الراجل مثلا لكن عاوز اغير في الطاقم الاجنبي اللي موجود معايا، او له كامل الحريه، عاوز اغير في الطاقم المصري اللي موجود معايا له كامل الحريه. يعني انا عاوز اقول لحضرتك
احنا كمجلس اداره يعني بعيدين كل البعد عن تحديد المساعدين اللي موجودين معاه، فتترك له الحريه الكامله في اختياره. ما اقدرش اقول لك في تغيير او ما فيش تغيير، لسه حسب رؤيته اللي هتعرض علينا ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله. هل خلاص حسم امر الكابتن وائل جمعه مش هيبقى موجود في الجهاز المعاون الجديد؟ طبعا انا عاوز اقول لك كابتن وائل جمعه من اكثر الناس اللي اشتغلت في منتخب مصر خلال الفتره الماضيه، واحد من النجوم الكبار اللي قدموا لمصر عطاء كبير جدا سواء كان كلاعب او كمدير للمنتخب. انا شخصيا كابتن وائل من الناس المحترمه جدا جدا جدا، اتمنى ان هو يكون موجود، لكن طبعا هو قدم استقاله لم تعرض ايضا على مجلس الاداره. وبرضه هنشوف مستر كارلوس يعني هل وجود كابتن وائل ضروره معاه في الفتره القادمه حسب رؤيته ولا لا، ده هيكون مستر كارلوس. لكن على المستوى الشخصي بقول لك ان كابتن وائل من الناس المحترمه جدا جدا طبعا، واللي بتشتغل بقلب وبتعشق بلدها، وبصراحه واحد من الكوادر المحترمه جدا اللي انت تقدر تبني عليها. كان معناه ايه اللي خرج من اتحاد الكوره النهارده ان كارلوس كروش في اجازه لحين البت في الطعن المقدم من الاتحاد المصري بشان مباراه السنغال؟ الناس استغربت كلمه اجازه، هو عقده خلص، فاجازه معناها ايه اجازه؟ لا انا عاوز اقول لك ان عقد مستر كارلوس كروش في التعاقد مستمر لغايه شهر 12، يعني وليس فقط بالصعود لكاس العالم، يعني العقد الرسمي الموقع ما بين مستر كارلوس وما بين اللجنه الثلاثيه العقد ممتد لغايه شهر 12. لكن انا قلت لك ان مستر كارلوس، لا دي معلومه ما نعرفهاش يا استاذ ايهاب بعد اذنك، ان احنا تصورنا انه كان معلن انه عقده ينتهي مع نهايه مشوار كاس العالم. لا لا، العقد زي ما بقول لك ممتد الى شهر 12، الناس ما تعرفش كده، لكن مستر كارلوس رفع الحرج عن الجميع، والراجل قال انا بسلم الرايه، لو انتم شايفين ان حد تاني يكمل انا على السعادات شكرا جزيلا ومكتفي بالفتره اللي قضيتها معاكم وامشي. يعني الراجل بصراحه كان يعني شغل المحترفين في هذا الامر، لكن عقده الرسمي لا لسه ممتد لغايه شهر 12. لكن انت لك الحريه بعد عدم صعود كاس العالم لو انت عاوز تفسخ التعاقد معاه دون شرط جزائي. لا في يعني انا تفاصيل التعاقد ما اعرفهاش بالظبط بصراحه، برضو ان ده يعني اختصاص الاستاذ جمال علام، لكن زي ما بقول لك حتى الراجل لو في شرط جزائي قبل كده قال انا مستعد امشي بدون اي شرط جزائي، انا ما ببصش للفلوس، انا ببص ان انا عاوز ابني منتخب، ببص على العلاقه الطيبه اللي بتجمعني بيكم. فهو الراجل ما اتكلمش ابدا في الامور الماليه قبل كده بكل صراحه. طيب عايز حضرتك كمان على موقف فنجاده، كنا سمعنا انه عقده هينتهي في شهر مايو، هل الكلام ده صحيح ولا خاطئ؟ وهل في نيه لتجديد عقد فنجاده مع الاتحاد المصري لكره القدم؟ بالفعل هو عقده بينتهي في شهر 5، طبعا في الرؤيه الفنيه زي ما انا قلت لك كابتن حازم امام وكابتن محمد بركات بيضعوا التصور فيما يتعلق بمستر فنجاده خلال الفتره القادمه، وهيعرض ايضا على المجلس ان شاء الله في جلسته القادمه نشوف رؤيتهم كابتن حازم وكابتن بركات. الراجل قدم مشروع كامل لتطوير الاتحاد المصري لكره القدم فيما يخص مسابقات الناشئين، فيما يخص تاهيل المدربين، فقدم تصور كامل، وعشان كده هو كان موجود في رحله منتخب مصر 2006 في الجزائر، كان موجود معانا هناك، كان موجود ايضا مع منتخب 2003 في الامارات، وكان موجود معاهم في اسماعيليه في المباراتين الاخرتين. عشان كده بقدر اقول لك ان الراجل قدم تصور كامل، درسه الكابتن حازم كابتن بركات، وهيدي الرؤيه الفنيه للمجلس، وبناء عليه هيتخذ القرار خلال ايضا الاسبوع القادم باذن الله. طيب سؤال الاخير لحضرتك فيما يخص الطعن المقدم من اتحاد الكره المصري ضد ما حدث في مباراه السنغال والمطالبه باعاده المباراه واحتساب النتيجه، الطعن ده من المتوقع البت فيه امتى؟ هل عندك امال انه يحصل حاجه تبقى في صالحنا، ولا انت شايف الامور هتمشي ازاي؟ خليني اقول لك كريم، يعني لو انت ما كنتش عملت كده كانت الناس هتقول لك ان الاتحاد المصري اثر في حق المنتخب. لا، احنا من اول يوم بعد انتهاء المباراه مباشره كان موجود في مقر الاتحاد استاذ وليد العطار المدير التنفيذي المستشار محمد المرسى والاصول القانونيه، وعملنا الشكوى الرسميه مشكوعه بكل التفاصيل الدقيقه بالصوت والصوره لكل ما حدث للبعثه المصريه منذ لحظه وصولها الى السنغال حتى انتهاء المباراه، كل ما عرض على شاشات التلفاز المختلفه تم تدوينها في الشكوى. وطبعا كان في لقاء جمع ايضا في الكونجرس الخاص بالاتحاد الدولي استاذ جمال علام مع كابتن حازم امام مع الحاج عامر حسين وهم في قطر، اجتمعوا ايضا بانفانتينو وبعض اعضاء الاتحاد الدولي ومتحول لجنه الانضباط. احنا عندنا امل كبير، وطالما لو عندك امل 1% هنشتغل عليه حتى النهايه. اذا الامر كان في صالحنا هيبقى خير وبركه، وان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نرجع تاني. لا، اذا لم يكن وتم فرض عقوبات على السنغال ماليه او مباراه خارج ملعبها او بدون جمهور، يبقى احنا ايضا
مشينا في الخطوات القانونيه حتى اخر نفس، ولم يعني ندخر جهد في مصلحه منتخبنا وفي الدفاع عن حقوقنا امام الجهات المشروعه. استاذ ايهاب الكومي عضو الاتحاد المصري لكره القدم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. بصوا بقى، احنا من عندنا عارفين او عرفنا شويه كواليس، رقم 10 عارف شويه كواليس من اللي دارت في اجتماع اتحاد الكره مع كارلوس كيروش النهارده. الجلسه اللي كان سبقها جلسه بين اعضاء اتحاد الكره، وكل واحد رايه فيما يخص موقف كارلوس كيروش، وبغض النظر عن التفاصيل بس اقول لكم شويه حاجات مهمه حصلت. على سبيل المثال ان في عضو مهم في اتحاد الكره مش عايز احد اعضاء الجهاز الفني مع كيروش يكمل، واحد من الاعضاء اللي موجودين في اتحاد الكره في او عنده رفض لبقاء احد اعضاء الجهاز الفني، ومش هقول لكم اسماء دلوقتي لحين حسم الامور دي، اصل ممكن يحصل ايه، يحصل قرار جماعي من اتحاد الكره ان الراجل بتاع اللي موجود في الجهاز الفني ده يكمل، فيبقى عملنا قلق وخلاص. بس ده بقول لكم كواليس، يعني في الاجتماع الغرف المغلقه بيبقى كل واحد عنده راي، في النهايه في قرار رسمي هيطلع مستقبلا. كمان مسؤول في الاتحاد عرض تولي مدرب ونجم شهير انه يدرب منتخب مصر، يعني في واحد قال انه في اسم او مدرب موجود دلوقتي في الكره المصريه، عرضوا انه يبقى هو المدير الفني لاتحاد الكره، بقى الاعضاء رفضوا وتحفظوا جدا على الاسم ده، واحد من المدربين الموجودين في الدوري المصري. دي الجلسه. طيب تعالوا نروح بقى للجلسه اللي كانت مع كيروش، وشويه تفاصيل مهمه جدا، اولها ان كارلوس كيروش طلب زياده مرتبه بنسبه 20% في الوقت اللي مجلس اتحاد الكره عرض 10% زياده فقط، وكمان في شبه اتفاق بين كارلوس كيروش ومجلس الجبليه على عقد لمده سنتين، احنا بنتكلم في سنتين وزياده يا 10 يا 20% حسب ما هيتفقوا في الفتره اللي جايه. كيروش كمان لمح انه عايز فينجادا يكمل كمدير فني لاتحاد الكره عشان هو شايف ان استمراره مهم للتواصل بينهم لتحقيق استفاده للكره المصريه. كارلوس كيروش خرج من الجلسه وهو شبه متفق مع اتحاد الكره على التجديد لمده سنتين. كيروش ما اتكلمش خلال القعده في اي تغييرات تخص الجهاز المعاون. اتحاد الكره بعد الجلسه اللي اقيمت بين كارلوس كيروش وجمال علام وكابتن محمد بركات والاستاذ وليد العطار، طلع او اتحاد الكره طلع بيان رسمي قال فيه ان كيروش قدم تقرير عن مباراه السنغال وان تم الاتفاق معاه على منحه راحه سلبيه والسفر الى بلاده. طيب هرجع تاني بسرعه للي قاله استاذ ايهاب الكومي، قال حاجات مهمه جدا، قال ان عقد كارلوس كيروش ينتهي في ديسمبر مش مع نهايه تصفيات كاس العالم كما قيل، ده واحد. اتنين، انه في اتجاه كبير جدا او اتفاق بين كارلوس كيروش واتحاد الكره على تجديد التعاقد، وقال كمان انه الراجل هيكمل الفتره اللي جايه وهيبقى ليه حريه اختيار الجهاز المعاون. دي ابرز ما قاله الاستاذ ايهاب الكومي عضو اتحاد الكره المصري. كارلوس كيروش يبدو انه مكمل مع منتخب مصر الفتره اللي جايه، والفتره اللي جايه هتقول تفاصيل التعاقد وبقائه مع منتخب مصر. لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. طيب اقول لكم نتائج مباريات اليوم في دوري ابطال افريقيا في الجوله السادسه. الاهلي فاز على الهلال زي ما قلت لكم 1-0، هدف حسين الشحات في الدقيقه 74. الرجاء البيضاوي المغربي مع وفاق ستيف تعادل سلبي حتى هذه اللحظه، والمباراه ما زالت جاريه. دي مباريات اليوم في دوري ابطال افريقيا. وفي الدوري الانجليزي الجوله 31 ويست هام يونايتد فاز على ايفرتون 2-1، وتوتنهام نتيجه كبيره على نيوكاسل 5-1. في الدوري الاسباني جوله 30 اتلتيكو بلباو فاز 2-1 على ليتشي، وريال بيتيس فاز 4-1 على اوساسونا، غرناطة تعادل 2-2 مع رايو فيكانو، وفالنسيا تعادل سلبيا مع قادش. برشلونه بهدف رائع لبدري فاز على اشبيليه 1-0. بدري ده من النعم اللي بتديها لنا كره القدم كل شويه كده، وحاجه عظيمه موهبه مميزه جدا. في الكونفدراليه في الجوله السادسه مازيبي فاز 2-0 على المصري، نتيجه غريبه جدا. ليوبار تعادل أو خسر 2-0 من شبيبة الثورة الجزائري، وأورلاندو بايرس تعادل سلبيًا مع الاتحاد الليبي، والقطن الكاميروني فاز على معلش النتيجة تاني يا جماعة قولها لي، القطن الكاميروني خسر 0-1 من أتوهو أيوهو في مباراة أيضًا في هذه المجموعة اللي تضم أيضًا المصري. سيمبا التنزاني فاز 4-0 على الحرس الوطني، ونادي البركان
المغربي فاز 1-0 على اسك ابيجان الايفواري. بيراميدز فاز على زاناكو الزامبي 1-0، والصفاقسي تعادل سلبيا مع اهلي ترابلز. وفي الدوري الايطالي الجوله 31، فيورنتينا فاز 1-0 على امبولي، واتلانتا خسر 1-3 امام نابولي، ودينيزي فاز 5-1 على كالياري، وسامبدوريا خسر 0-1 قدام ايس روما، وواحده من كلاسيكيات الكره العالميه انتر ميلان فاز على يوفنتوس 1-0 بهدف من ضربه جزاء. في كاس خادم الحرمين الشريفين دور نصف النهائي الهلال فاز 2-1 على الشباب. نروح لمباريات يوم الاثنين وهي كالتالي. في الدوري الانجليزي الممتاز كريستال بالاس وارسنال الساعه 9، دي مواجهة الاثنين. وفي الدوري الاسباني ريال سويسداد هيواجه اسبانيول الساعة 9 مساء. في الدوري الايطالي الجولة 31 هيلس فيرونا هيواجه جنوا الساعة 6:30، وميلان مع بولونيا الساعة 11 الا ربع. كأس غادي الحرمين الشريفين الدور نصف النهائي هيواجه الاتحاد فريق الفيحاء الساعة 9 مساء. مرة أخرى مليون مبروك للنادي الأهلي النهاردة التأهل للدور القادم، مليون مبروك. بغض النظر هيلعب الرجاء، هيلعب الوداد، هيلعب الترجي، هو النادي الأهلي ملك القارة، أكبر فرق القارة الأفريقية، حامل اللقب لعامين متتاليين، برونزية كأس العالم لعامين متتاليين. من سيواجه الأهلي هو الذي يقلق وليس النادي الأهلي. النادي الأهلي فريق كبير، صحيح زي ما قلت لكم في الأول في دور المجموعات الأهلي لم يقدم أداء كبيرا لكذا سبب، مش هنخش في المجال ده، ننتظر قرعة الدور القادم، وأي فريق يواجه النادي الأهلي يقلق من الأهلي وليس العكس. أشوفكم يا رب على ألف خير.